نعم، بكل تأكيد ضمن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة العراقية وكذلك الدولة العراقية بشكل عام هي مكافحة المخدرات وبعض مجالات الإرهاب، وخصوصا مكافحة المخدرات التي دائما ما أكدوا عليها مرارا وتكرارا بأن جزء من تهريب المخدرات هي الحدود السورية وكذلك الحدود الإيرانية وما إلى ذلك، وبالتالي هنالك كميات كبيرة من هذه المواد السامة والمخدرة تدخل من هذه الحدود، وبالتالي لا بد من التعاون المشترك بين الدول الجيران من أجل حلحلة هذا الموضوع. بالتالي أخذ العراق على عاتقه الذهاب إلى بوفد إلى يعني دمشق من أجل الاتفاق مع الحكومة السورية ووضع خطة مشتركة وآلية عمل مشتركة من أجل الحد من منع هذه الظاهرة، ظاهرة يعني المخدرات وما إلى ذلك. أيضا من ناحية أمنية هي تأمين وترسيم بعض الخطط الأمنية من أجل القضاء على بعض المجاميع الإرهابية والتي دائما ما تكون أيضا من الحدود، فبالتالي من المؤمل ومن المرجح أن تناقش هذه المواضيع. أما في بعض الكواليس تتحدث عن أنه هناك اتفاق أمني بين القضاء العراقي والإيراني والسوري من أجل بعض المواضيع المتعلقة بما يدور في ساحة الشرق الأوسط، لكن هذه مصادر حتى هذه اللحظة. الأمر الذي ذهب عليه الوفد العراقي والقضاء العراقي إلى دمشق هو مكافحة المخدرات، وبالفعل هذا ما يطرح وهذا ما يوجد، على اعتبار هنالك يعني سوريا وإيران والعراق ساحة خصبة لبعض تجار المخدرات الذي تكون وراءهم يعني أحزاب قوية وأحزاب سياسية قوية، وبالتالي لا بد من معالجة هذا الأمر من أجل سلامة المواطنين خصوصا في العراق. نعم. طب زميلي، هل يعني هذا أو هذه الزيارة هل هي الأولى من نوعها؟ يعني وصول وفد قضائي عراقي إلى سوريا لمكافحة لبحث ملفات التهديدات الأمنية وبحث المخدرات، يعني هل هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، وهل هي ستنجح بالأساس؟ لأنه يعني نستذكر معا كانت هناك أيضا وفود ولجنات مشتركة بين سوريا والأردن ولم تفلح يعني كل هذه الزيارات وهذه اللجنات. بكل تأكيد بعد القطيعة التي دامت لفترة طويلة يعني كان يعني هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، على اعتبار أن العراق زار دمشق في هذه الفترة، لكن الوفد القضائي لأول مرة يعني زيارة الأولى من نوعها تكون لوفد قضائي عراقي يزور دمشق بعد قطيعة دامت لسنوات. وبالتالي بكل تأكيد للأسف الطابع الذي يغلب على هذه الاجتماعات وهذه الوفود واللجان المشكلة هي يعني عدم الفائدة بأي شيء، بالنهاية لا يوجد حل لأي أمر. حتى رأينا في بعض المواضيع التي لها علاقة بقضية الشرق الأوسط وما إلى ذلك، وبعض الأمور التي تتعلق بالحدود ونظام التركي وما إلى ذلك، وصولا إلى هذه القضية قضية المخدرات وما إلى ذلك. وبالتالي على ما يبدو يجب أن يكون هنالك تعاون مشترك من جميع أطراف سوريا ومن جميع الأطراف العراقية حتى يتم النجاح، لا فقط أن يكون هنالك يعني أشخاص محددين يديرون هذه الاجتماعات، وبالتالي فقط هنالك رسميات وشكليات البروتوكولات التي تعود عليها الجميع. الآن أصبح المواطن العراقي والمواطن جميعا، المواطنين هم يعني خبراء في كل شيء حتى في السياسة، يطلعك على أي شيء في السياسة، وبالتالي لا تنطلي عليه هذه الاجتماعات وهذه الأكاذيب كل هذه الأمور. وبالتالي ننتظر عسى ولعل أن يكون هناك اجتماع مثمر يفيد المواطن العراقي والمواطن السوري ويتم تخليصه من آفة المخدرات، على اعتبار هنالك من يحاول الإجرام بالمواطنين بهذه الآفة. لكن لحد هذه اللحظة على ما يبدو أن الاجتماع يأخذ شكل السابق من الاجتماعات التي دارت بين البلدين، فقط لجان مشتركة وعدم الفائدة بأي شيء. شكرا لك زميل معتز، كان معنا من بغداد مراسل اليوم معتز أيوب، أشكرك جزيل الشكر.